حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. في المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تواصل تعذيب الصحفيين اعتقلتهم قبل 3 سنوات. السلام ليس في أجندة الحوثيين. وفي الأخبار المنوعة، رغم مقتل ابنتها على يد لاجئ، أسرة ألمانية تفتتح مؤسسة لمساعدة اللاجئين. أهلا بكم. ما يزال أكثر من 10 صحفيين يمنيين معتقلين لدى ميليشيات الحوثي منذ أكثر من 3 سنوات، ويتعرض الصحفيون للتعذيب بصورة مستمرة، وتنسب إليهم تهم بحوادث حدثت بعد إدخالهم المعتقل. ويعنون موقع الصحوة نت: اعتداء حوثي وحشي على صحفيين مختطفين بصنعاء بعد رفضهم الاعتراف بتهم باطلة. وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي اعتدت بالضرب المبرح على الصحفيين صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث بحميد وعصام بالغيث بعد رفضهم الاعتراف أمام النيابة الحوثية بتهم نسبت إليهم. وذكرت المصادر أن الميليشيا استخدمت العصية وأعقاب البنادق، وأصيب القاعدي بحالة تشنج ودخل في غيبوبة بعد تجريدهم من الملابس ووضعهم في البرد ل3 ساعات متتالية. وتحاكم ما تسمى النيابة العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء 11 صحفيا اختطفتهم مطلع العام 2015. عما يحدث في محافظة تعز من أحداث دامية يدفع ثمنها المدنيون في منازلهم وأحيائهم، كتب مصطفى راجح مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: الرؤية الموحدة للسلطة التي تدير أي بلد أو مدينة أو حتى قرية هي ما يحفظ الأمن أكثر مما يفعل ذلك العسكر والأجهزة الأمنية. هذا ما يشكل عماد حفظ الأمن في أي مدينة، تعز أو غيرها. وأما العسكري الواقف في النقطة وقسم الشرطة فهو النقطة الأدنى في هذا السلم، وإذا افتقده كان كقطعة فلين تائهة تتحرك عشوائيا وبلا اتجاه، وقابلة لأي إهمال ولأي استخدام سيء يوظفها في أي اتجاه غير ذلك الذي تقتضيه مهمتها. في تعز تجد أحزابا وناشطين وساسة ومفسبكين وحمقى، أغلبهم غير حريص على وحدة الرؤية، وأغلبهم يحثون الخطى على مدار الساعة باتجاه أكبر قدر ممكن من التنافر والشتات، ويأتون في نقطة الوصول ليبحثوا عن أسباب غياب الأمن في أدوات أمنية مشتتة. يبحثون عن نتائج يحصدونها معاكسة للشتات الذي زرعوه وغذوه وتزعموه. شيطنة تعز عبر الحملات المحمومة وباسم الأمن المفقود ليس الطريقة المثلى لتقويم اعوجاج لا يقتصر على الأدوات، بل يمتد للرؤى والفاعلين وصناع القرار ومنتجي الفكرة والرؤية المتقاسمين لسلطة واحدة تبدو وكأنها مظلة تلتقي تحتها اندفاعات التنافر والصراع أكثر من قناعات التوافق والبحث عن التعاضد وموجبات التوحد والإجماع على مسار واحد يستظل الجميع تحت رايته. ابحثوا عما يوحدكم وأعيدوا اكتشاف ما يجمعكم، وستجدون أن الأمن نتيجة وتحصيل حاصل. أما التنافر والحملات والعراكات الفارغة والحمقاء فهذا حصادها الوحيد. والمؤسف وما يضاعف الألم إن حصاد الحماقات الدامي ينجو منه الحمقى، ويدفع ثمنه سكان أطفالاً وأسراً وعمالاً وتجاراً ونساءً ورجالاً من دمهم وأمنهم وحياتهم ومعيشهم وأمن مدينتهم المهدور على مذبح تجار السياسة والشعارات والعداءات المزمنة والارتباطات بالمحاور والأجندات الممتدة خارج تعز وخارج اليمن. بددت جماعة الحوثي الأمال التي عقدها اليمنيون على مساء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يفضي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات. ويعنون موقع مأرب بريس: السلام ليس في أجندة الحوثي.
وقال الموقع إنه على الرغم من التزام الحكومة الشرعية بالتهدئة في الحديدة وكافة الجبهات الأخرى لتوفير أجواء مواتية تعزز فرص نجاح جهود ومساعي المبعوث الأممي للتهيئة لاستئناف مشاورات السلام، إلا أن جماعة الحوثي سارعت كعادتها إلى استغلال التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها المتهالكة عبر نقل معدات وحشد مقاتلين بهدف الاستعداد لمعركة جديدة. ويعتبر الخبير العسكري اليمني الدكتور عبد القدوس أحمد الخاشب أن ميليشيا الحوثي لا تمتلك إرادة سياسية لاتخاذ أي قرارات ذاتية تسهم في التهدئة وتدعم فرص التوصل لتسوية سياسية. إلى موقع الحرف 28 والذي عنون في صفحته الرئيسية بعد توقف 4 أعوام، صحفيون بمؤسسة الثورة الحكومية يعيدون إطلاق موقعها الإلكتروني. وقال الموقع إن عددا من الصحفيين بصحيفة الثورة وبعد نحو 4 سنوات من سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء أعادوا إطلاق موقع الصحيفة كخطوة أولى لإعادة إصدار الصحيفة ورقيا في إطار مشروع تتبناه وزارة الإعلام. وقال صحفي الثورة في بيان وزع على وسائل الإعلام إن المشروع يحظى بدعم ورعاية قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي لاستعادة كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية. وأضاف أنه على إثر الإقصاء المتعمد لكوادر صحيفة الثورة اضطر عدد كبير من العاملين في الصحيفة لمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وبين أعينهم هدف نبيل يتمثل في إعادة الاعتبار لكبرى المؤسسات الصحفية اليمنية. وكانت الميليشيا الحوثي قد أقدمت على تعيين موالين لها من خارج الوسط الصحفي على رأس الهرم الصحفي والإداري لمؤسسة الثورة بعد انقلابها في سبتمبر 2014، وتم التضييق على كوادر المؤسسة واستبدالهم بموالين للجماعة، كما مورست عملية تجويع قسرية بحق العاملين وتم توجيه إمكانيات المؤسسة لتجميل صورة الانقلاب. السياسة الدولية مثل الغابة، البقاء للأقوى والقوي يأكل الضعيف، لا توجد سلطة حاكمة ولا قواعد ثابتة، لا يوجد شرطي للعالم يطبق القانون بالعدل، هكذا بدأ أحمد ماهر مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: المصالح هي العملة الدارجة من أجل المصالح، تتغير الشعارات والمبادئ بمنتهى السهولة، تتغير خريطة الحلفاء والأعداء طبقا لمصلحة الدولة أو طبقا لمصلحة حاكم الدولة الذي يتعامل كأنه هو الدولة. من كان عدوا بالأمس يصبح فجأة حليفا، ومن كان حليفا بالأمس يمكن أن يكون العدو في آخر النهار. وليس في السياسة الدولية تكامل، بل هو الصراع الدائم حول المصالح والذي تستخدم فيه جميع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة. غيرت المعايير كذلك بالنسبة لإسرائيل التي ظلت سنوات عديدة العدو الرئيسي للعرب بشكل عام، لكنها اليوم تلعب دورا كبيرا في أحداث عربية كثيرة، فإسرائيل أصبحت الحليف الرئيس لدول الخليج والحامي لها من الخطر الإيراني، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية العديدة الغامضة والمتشابكة بين السعودية وإسرائيل والإمارات. هناك في السياسة الدولية تغيرات مفاجئة حسب مصلحة كل دولة، أو بالأصح حسب المصلحة والسياسات التي ينتهجها الحاكم، ولذلك قد تتناقض المبررات بين وقت وآخر حتى لو صدرت من الشخص نفسه. أمس كانت حربا وغزوا بزعم دعم الديمقراطية، واليوم دعم جرائم ومجرمين بزعم المصلحة العليا للبلاد. هل تريدون محاسبة القاتل وتحقيق العدالة وتضييع إسرائيل؟ ذكرتني تلك المقارنة بمن سأل: هل تريدون الديمقراطية وتسود الفوضى بعد ذلك؟ أو من قال: هل تريدون البطاطس أم بناء الوطن؟ في نهاية المطاف يبدو ترامب أكثر صدقا وصراحة في تشبيهه. إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي اهتمت أيضا بعملية السلام، وعنونت الصحيفة: جريفيث يبحث مع الشرعية مفاوضات السويد والتحالف، الحوثيون يسعون لعرقلتها. وتقول الصحيفة إن المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بدأ لقاءاته في الرياض باجتماع مع نائب الرئيس اليمني وسط تأكيد السلطة اليمنية المعترف بها دوليا التزامها بالمشاركة في مفاوضات سلام في السويد مطلع الشهر المقبل. وتفيد الصحيفة أنه يجري البحث عن سبل تعزيز فرص السلام وترتيبات أي جولة قادمة وموقف الشرعية الداعم لإجرائه. في غضون ذلك أكد المتحدث باسم التحالف العسكري في مؤتمر صحفي بالرياض أن الجهود مستمرة بخصوص مفاوضات سلام في السويد رغم مساعي الحوثيين لعرقلتها.
وإلى الصحافة الفرنسية، حيث نطالع في الشأن اليمني ما جاء في صحيفة أكتورانج الفرنسية، والتي ذكرت أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يواصل جهود السلام في الرياض، حيث بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في الرياض مشاوراته لعقد محادثات السلام، واجتمع مع القادة اليمنيين في المنفى في العاصمة السعودية الرياض. وبعد زيارة إلى اليمن التقى فيها مع قادة المتمردين، وتحدث جريفيث حول الاستعدادات لجولة قادمة من محادثات السلام المزمع في السويد، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة للموعد الذي تحدده الأمم المتحدة. وفقا لوكالة سبأ للأنباء، فقد أصر جريفيث على ضرورة توحيد الجهود من خلال إجراءات بناء الثقة لإثبات جدية ومصداقية المتمردين. وعن الخوف الذي يعيشه الصحفيون العرب خاصة اليمنيين، كتب محمد الخولي مقالا في موقع بالأحمر، وقال الكاتب في جزء من المقال: إني خائف، جملة إن لم يقلها كل الصحفيين في العالم من قبل، فقد قالها أغلبهم بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. أما أنا فأعترف أنني واحد من هؤلاء الذين يتملكهم الخوف كل ليلة من مصير مشابه، فقط لأنني أشتغل بهذه المهنة. عندما أعدت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا عن عام 2018، اختارت لها عنوانا عريضا يقول إنها من أسوأ السنوات على الصحفيين، ربما لأنها من أكثر السنوات التي شهدت تحريضاً على العاملين في الإعلام بشكل عام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف الإعلام دائماً بأنه ينشر الأخبار المزيفة، واعتبره عدواً للشعب. الرئيس الفلبيني رودريجو تيترتي صرح بأنه كونك صحفي أمر لا يحميك من الاغتيال. وظهر رئيس جمهورية تشيك موريس زيمان خلال ندوة صحفية مشهراً نموذج البندقية كلاشينكوف كتوت عليها هذه للصحفيين. وفي اليمن اعتبر زعيم جماعة الحوثيين في خطاب متلفز أن المرتزقة والعملاء من فئة المثقفين والسياسيين والإعلاميين أخطروا على هذه البلد من المرتزقة المقاتلين في الميدان إلى جانب العدوان، يجب على الجيش واللجان الشعبية التصدي لهم بحزم. يمكن فهم هذا الاختلاف في إطار عدم وجود تعريف واضح ومحدد للصحفي الإعلامي في الأمم المتحدة. اعتبرت المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة أن الصحفيين مدنيون ولا ينبغي أن يتمتعوا بأي حماية إضافية أكثر مما المدنيين العاديين، وإلا ستكون هناك ضرورات لاستحداث قوانين خاصة لأفراد فئات عديدة ممن قد لا يكونون في مأمن من الخطر في أوقات النزاعات المسلحة. نطالع من صحيفة ديلي تيليغراف، حيث نشرت تقريرا كتبه محمد علي كالفود في الحديدة وجوزي إنسور، ويقول الكاتبان: إن المدنيين في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر محاصرون بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات التحالف، وجميعهم يتقاتلون للسيطرة على المدينة منذ 5 أشهر، بينما تخفق جهود الوسطاء في إنهاء المعركة. وترى الصحيفة أن القتال في الحديدة كان أكثر عنفا من غيرها، فنحو 80% من السلع التجارية والمعونات الإنسانية تمر عبرها، مما يعطي اليد العليا في النزاع للجانب المسيطر عليها. وتقول الصحيفة أنه على الرغم من اتفاق الجانبين مبدئيا على وقف إطلاق النار، تستمر السعودية في شن هجمات جوية متفرقة، كما يرسل الحوثيون كميات كبيرة من التعزيزات إلى المدينة. وتضيف الصحيفة أن الموقف في الحديدة ينذر بخطر كبير، حيث يقول عمال الإغاثة إن شبح المجاعة يخيم على مناطق كبيرة في اليمن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمرير المعونات اللازمة عبر الحديدة. وقالت منظمة أنقذ الأطفال إنه في مقابل كل طفل تقتله القنابل والرصاص يموت العشرات جوعا، والأمر يمكن الحيلولة دونه. وبعد مرور عامين على قتل لاجئ أفغاني للشابة الألمانية ماريا لاندن بورغر، لأول مرة تكسر عائلتها الصمت وتعلن عن افتتاح مؤسسة باسم ماريا تهدف إلى مساعدة اللاجئين على دخول الجامعة والدراسة. وعنوان موقع دويتشه فيليه الألماني: رغم مقتل ابنتها على يد لاجئ، عائلة ألمانية تفتتح مؤسسة لمساعدة اللاجئين. وقال الموقع إن الشابة الألمانية ماريا، وبينما كانت على دراجتها، قام شاب أفغاني بدفعها ورميها على الأرض، ومن ثم اغتصابها وخنقها، وليرمي جسدها فيما بعد في نهر داريزام. وإن الفتاة التي قتلت في مدينة فرايبورغ في شهر أكتوبر عام 2016 هز مقتلها جميع أنحاء البلاد، وأنها أرادت أن تكون طبيبة لتساعد الآخرين وأن تمنح الآخرين
الشجاعة والأمل. آنذاك عاشت المدينة صدمة لأن الطالبة الضحية كانت تنشط في مساعدة اللاجئين وأصبحت ضحية جريمة لاجئ. الآن وبعد مرور عامين على وفاتها قامت عائلتها بتأسيس مؤسسة تحمل اسمها وتهدف إلى مساعدة الطلاب الأجانب ودمجهم في الجامعة، ويفيد الموقع الألماني. رغم مأساة عائلة ماريا إلا أن والداها يرفضان التعميم والتحريض ضد اللاجئين. وفقا لوالد الضحية فإن قيم الاحترام والتسامح هي قيم كانت تهم ماريا جدا، ولم يثني الحقد والكراهية عن تقديم أفضل ما لديها لمساعدة الآخرين. تعرض صحيفة الديلي تيليغراف العديد من الصور المنوعة من مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وتظهر الصور أحداثاً وظواهر معينة نتابعها في جولتنا. نتابع الصور. للأفكار أجنحة كثيرة كي تحلق وتطير عاليا، ومن بين هذه الأجنحة الألوان والأشكال التي يجمعها الكاريكاتير ليقول أشياء كثيرة في مساحة صغيرة ومحدودة. نتابع ماذا تقول لنا الريشة اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.